مشكلتي أنا ما عندي حلم حلمته بجوزي طيب من 3 سنين، وحبيت يعني حبيت إن نعرف التفسير متاعه، لكن ما عرفتش تفسيره خالص. طيب هو انت جوزك عايش معاك دلوقتي ولا في مشاكل بينك وبينه؟ لا، هو بالوقت احنا رجعنا، احنا تفارقنا عشان هو راح اتزوج هنا في مصر، وانا عندي منه عيال. وبعدين لما هو معناها احنا متفارقين، لسه ما طلقناش، ومعناها قعدنا متفارقين وهو متزوج، واحنا وانا في بيتي مع عيالي. طيب وانا حلمت الحلم زي ما نكون انا في بيتي، يعني انا في بيتي وعامله يعني ناس هناك، عندي ضيوف، واللي فاكراها الوحيده هي واحده صاحبتي لانتيم. وبعدين يعني جوزي جاء علشان يشوف العيال، يعني وقعد كده لاصق في الحيطه، ويعني مش فرحان، يعني زي ما يكون خايف ولا مرعوب من الناس اللي شافهم وكل. واحنا يعني فرحانين، يعني ما عندناش حاجه وحشه في البيت. وانا قلت له تفضل وخش وشوف عيالك، ومعليش ودول اصحابي وكده. بعدين هو قعد واقف شويه جنب الحيطه، وانا رحت للمطبخ عشان نجيب حاجه من المطبخ، معناها للضيوف وكحاجه، وانا سبته معاهم في الصالون. يعني انا رحت للمطبخ ورجعت، رجعت لقيته قاعد جنب البلكونه. حشاك هو اللي توصف لي، ولا لي زي حشاك زي الكلب، يعني جسمه جسم كلب وهو عريان كله، وكان طيب وراسه بس، يعني راسه وشه، يعني وشه هو يعني متغيرش، لكن جسمه كله جسم حشاك جسم كلب وانتهت الرؤية. وعريان كله. وانا تصطدم، يعني شو بسيط كده لقيته هو معناه جسمه زي الكلب. اتصدمت، قلت له ليه، في ايه، ايه اللي غير، ايه اللي غيرك كده، وايه اللي رجعه كده؟ وهو يعني بص لي، انا بص لوشي وخلاص، وانا نجري ونقول لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، ليه كده عريان كله، وانا واصحابي كلهم قاعدين ومعناها ويبصوا له. وانتهت الرؤية. رحت انا ماخذة العباية بتاعتي، نعم خدت العباية وبعدين انا خدت العباية بتاعتي، اي خدت العباية بتاعتي، مش عارفة يا عباية، يعني انا قلعتها من فوقي العباية وسترت بها، وقعدت هكا يعني يعني ماسكة جسمه ونغطي فيه بالعباية، طيب وانتهت الرؤية. وخلاص على كده أول حاجة وانتهت الرؤية. أو أول حاجة يا أستاذة، أنا عايز أسألك سؤال، هو جوزك اتجوز بعد الرؤية دي صح؟ يعني أنا لسه متجوزة معاه، وهو راح للبلد هناك واتجوز. طيب هو يعني الرؤية دي أنت شفتيها من 3 سنين صح؟ صح. هو جوزك متجوز بقاله سنتين؟ لا، بقاله 2020 اتزوج. حلو، يعني متجوز بقاله 3 سنين، يعني الرؤية دي شفتيها قبل ما جوزك تعرف ان هو اتجوز صحيح؟ لا، هو الرؤية أنا شفتها. يا اختي الكريمة انا اسالك سؤال، ترى انت شفت الرؤية صح؟ صح. بعد الرؤية دي عرفت ان جوزك متجوز عليكي ولا قبل الرؤية كنت عارفة ان جوزك متجوز عليكي؟ ده السؤال واضح. بعد ما تجوز. طيب يعني انت اي شفت الرؤيه دي بعد هو ما اتجوز؟ اه طيب اذا اول حاجه خلينا اسالك سؤال، جوزك بيعاملك بالمعروف وبيصرف على البيت ولا لا؟ لا لا ما بيصرفش على البيت، لا يعني معنى صح ساب مصاريف البيت وساب كل حاجه وسابكم نهائيا وراح تزوج كده مع نفسه. ولا هو ده، هو كده طيب وهو رجع لكم مره تانيه؟ رجع لنا مرة تانية عشان ولادي. طب هو لما رجع عشان ولادك التزم بمصاريف البيت؟ لا طيب لا هل جوزك ده بياخد منك أموال؟ لا بص يا سيدتي الكريمة، أول حاجة إن في ضيوف موجودين عندكم في البيت، وإن جوزك يعني سبحان الله كان محروج إن هو يخش، فده هي الجزئية اللي أنا إيه سألتك عنها وقلت لك هو راجع ليك ولا لأ. فهو الراجل يعني سبحان الله الضيوف هو الجيران المحيطين بيكم أو المجتمع اللي أنت عايشة فيه،
فالراجل يعني كان ترك اولاده، وده يعني شيء يعني اصابهم يعني سبحان الله بالحزن والزعل شويه. ومعنى ان هو رجع ليه، ومعنى ان هو دخل وسط الضيوف، فمعناته ان ربنا سبحانه وتعالى يعني رجع الراجل ده ليكي مره تانيه، والحياه استقرت بينكم وبين بعض وبقت حياه كويسه. يعني معناته ان هو بيرجع لاولاده مره تانيه وبيرجع يتعامل معاكم معامله حسنه او معامله طيبه. دي الجزئيه بتاعت الضيوف، تمام؟ اما موضوع رحت المطبخ عشان تحضر الطعام، فمعناته انك انت اللي مسؤوله عن مصاريف الاولاد دلوقتي، واللي انت يعني مسؤوله قدام الناس كلها، والناس كلها عارفه انك انت اللي متكفله بكل متطلبات اولادك من الالف الى الياء. صحيح ولا غلط؟ صح وهو ده اللي صح خلاك تخش فين؟ المطبخ عشان تجيب الاكل. اما الجزئيه اللي انت رجعت فيها، شفت ان جوزك يعني راح في البلكونه، خرج في البلكونه وبقى مثل الكلب وهيئه الكلب، فهي الرؤيه ديت يعني سبحان الله لعل ان هي جزء من الشيطان، والشيطان انما جاب الرؤيه الجزء دي ليك عشان يوجع الفتنه بينك وبين زوجك، او يجعل فيه يعني صدر ضيق من الزوج، او عدم ارتياح او عدم رغبه في الزوج. فانا عايزك انك انت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقول لا أعوذ حول بالله من الشر. ابيك انك انت انسانه مؤمنه، فابيك انك انت دايما تستعيني بالله جل وعلا بالاستغفار والصلاه والاعمال الصالحه، تستعوذ ربنا سبحانه وتعالى، تسلي لها من فضله، فلا حول ولا قوه لك ولا لي ولا لكل من يسمعنا الا بالله جل وعلا. اللهم سبحانه. بارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا. وعليكم السلام. اتمنى ان انا اكون افدت.